البرايم الثامن من كنزة مرسي. مساء الخير عليك. مساء النور سهيلة. مساء الخير على كل الجمهور الحاضر في هذه السهرة. تحية كبيرة للجنة التحكيم، يعطيكم الصحة، وتحية كبيرة للبرنامج، وربي إن شاء الله يكمل هذا البرنامج على خير، وإن شاء الله في تطور وفي تألق دائما يا رب. إن شاء الله، يعطيك الصحة. وش إحساسك كنزة بعد ما رجعتي؟ وش إحساسك كنزة بعد ما رجعتي لمدرسة ألحان وشباب، لكن مش كطالبة، كفنانة؟ وش هو إحساسك، وش هو شعورك؟ والله الإحساس ما تبدلش، أنا ما زلت حاسة روحي طالبة، وما زلت عندي نفس الخوف ونفس الرهبة ونفس الرعشة. فحبيت بكري وجه تحية كبيرة لكل قائمين على البرنامج، على رأسهم الأستاذ عامر بهلول اللي وثق فيا واستضافني في برايم البرايمات. شكرا كنزة. كل برايمات السابقة كانوا يجوا ضيوف، أكيد ضيوف ونجوم كبار وكانوا مميزين، كانوا دائما يعطوا نصيحة للطلبة. واش هي النصيحة اللي تقدمها اليوم وكلمتك اللي تقدمها لطلبة ألحان الشباب؟
والله كما سبق قلت لك انا مازلت حاسه روحي طالبه، فما نقدرش نبدلهم نصيحه لانه ممكن ناس اكبر مني خبره هم اللي مدلهم النصيحه، لكن ممكن نقول لهم حاجه انه يامنوا بروحهم، ومهما شافوا عراقيل مهما شافوا صعوبات ما يستسلموش ويكملوا. هذا ما كان. شكرا لك كنزه. شكرا.